طابت أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع يمن مونيتور: حكومة الإنقلابيين محاصرة بمطالب الموظفين في صنعاء. ومن المصدر أونلاين: الحكومة الشرعية تبدأ صرف رواتب أساتذة وموظفي جامعة صنعاء. ومن الصحوة نت: وزير الخارجية: اقترحنا أن يدير المطار موظفوه في عام 2014. غواص بريطاني يسبح 7 كيلومترات هربا من سمك القرش. أهلا بكم. موقع الموقع بوست نشر تقريرا حول المعتقلين في عدن بعنوان: الهتار يوجه النيابة العامة بالإشراف على السجون والإفراج عن كل من تم حبسه دون مسوغ قانوني. وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن ما يقرب من 140 مخفيا ومعتقلا تعسفا في سجن بير أحمد التابع لقوات الحزام الأمني واصلوا إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي حتى يتم الاستجابة لمطالبهم في تحويلهم للنيابة العامة والإفراج عمن لم تثبت عليه أي تهمة. وأضافت المصادر للموقع بوست: فإن حالة من التوتر تسود إدارة السجن، والتي لم تستطع إقناع المعتقلين بإنهاء الإضراب، حيث تدهورت صحة عدد من المعتقلين ونقل ما لا يقل عن 4 معتقلين من عنابرهم إلى المستشفى. رئيس الحكومة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلى حمود الهتار في تصريح مقتضب للموقع بوست قال: وجهنا النيابة العامة بالإشراف على السجون عموما والتحقيق مع المسجونين وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكم أو المحاكمة والإفراج عن كل من تم حبسه دون مسوغ قانوني. لعنة المرتبات تطارد حكومة الحوثيين في أنشطتها المحلية. يعلق موقع يمن مونيتور مضيفا أن حكومة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق تتعرض لمطاردة واسعة لنعنة المرتبات في أنشطتها المحلية، وبات التظاهر أمام موكب رئيس تلك الحكومة غير المعترف بها دوليا ضرورة في شوارع العاصمة صنعاء. ويضيف الموقع: تظاهر عدد من المعلمات المطالبات بصرف المرتبات أمام موكب عبد العزيز بن حبتور رئيس وزارة حكومة الحرب الداخلية يوم الاثنين للمرة الثانية منذ إعلان جماعة الحوثي إطلاق العام الدراسي في منتصف الشهر الجاري بصنعاء. وأفشلت مظاهرة المعلمات برنامج بن حبتور الذي اضطر إلى مغادرة مدرسة بلقيس للبنات سريعا إثر تجمهر عشرات المعلمات المطالبات بالمرتبات أمام الموكب أثناء تدشينه للحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال. وتقول عدد من المعلمات في حديث اليمن مونيتور: لن يستمر التعليم إلى نهاية شهر أكتوبر الحالي بدون صرف مرتبات، للنقص الكبير الذي تشهده المدارس الحكومية في عدد من المدرسين. وأضافت المعلمات: أغلب الفصول فارغة من المدرسين، ونضطر إلى إغلاقها وبإدخالها الطلاب، ونولي عليهم رئيسا للفصل كوجود شكلي للدراسة. يصادف اليوم مرور 1000 يوم على اختطاف 10 صحفيين من أحد شوارع صنعاء وإخفائهم في سراديب التعذيب الوحشية التابعة لميليشيا الانقلاب. هكذا بدأ وضح محمد مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين مضيفا: 10 صحفيين و1000 يوم، مصفوفة آلام شكل أعمدتها مجموعة صحفيين مختطفين منذ 2.5 عامين، تنقلوا خلالها بين 6 سجون: قسم الحصبة، وحدة مكافحة الإرهاب، الأمن القومي، سجن الثورة بنقم، احتياطي هبرة، الأمن السياسي. يتعرضون لصنوف التعذيب والحرمان على أيدي عشرات الجلادين والمحققين والكلاب البوليسية، على مرأى ومسمع من منظمات حقوقية دولية ومحلية. 1000 يوم، الفترة التي قضاها 10 صحفيين ولا يزالون في أقبية العصابات الحوثية تحت آلة التعذيب المصنعة للصحفيين خصيصا. وتفنن الجلاد المسعور باستخدامها لتفتيت الأرواح المتشبعة بالحرية والكرامة الإنسانية. 1000 يوم تخللتها أكوام من الوجع والألم
ترسبت على أجساد الصحفيين المختطفين في السجون تمثلت بأساليب التعذيب الوحشية والإهمال الصحي للمصابين والمرضى، وصلت حد الرفض لإدخال الأدوية الضرورية، بالإضافة إلى نهب المصروفات الشخصية التي يضعها الأهالي لذويهم عند حراس السجن. لك أن تتخيل نفسك في غرفة مظلمة لا ترى الضوء ولا تستنشق الهواء الطلق، لا تلتقي بوالديك ولا أطفالك ولا زوجتك، ولا تأكل الطعام إلا بمقدار محدود أو ربما وجبة واحدة فقط لا تتغير أصنافها. أسندت رأسي على وسادة وأغمضت عيني محاولا أن أعيش جو هذه التجربة، لكن تجربتي باءت بالفشل عدة مرات، إذ أني كنت أنهض مشوشا بعد تساؤلات بعضها كان سخيفا، ما جعلني أسحب الفكرة من رأسي وأكتفي بما يخزنه العقل الباطن من مشاهد وأمثلة تفي بالغرض وتقرب حال المختطفين في الزنازين الظلامية تحت صوت الكاهن البليد. من العناوين الواردة في موقع المشاهد نت: جلسة علاجية نفسية تستهدف 40 امرأة في مدينة عدن. وقالت مصادر إعلامية للمشاهد نت أن 40 امرأة هن من تم استهدافهن في مديرية دار سعد بمحافظة عدن من قبل مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري بالتعاون مع جمعية العائدين لأرض الوطن. وأوضحت هذه المصادر إلى أن الفئة المستهدفة هم من المتضررين والنازحين أثناء الحرب من مديرية البريقة بمديرية خور مكسر، ونازحين من مدينة تعز من مديرية الوازعية. وتهدف الجلسة العلاجية النفسية حسب القائمين عليها إلى التثقيف والتعريف بالضغوط النفسية الناتجة عن الحروب وردود الفعل الطبيعية للصدمات، وأهم الاضطرابات النفسية الناتجة عن الصدمات وما وأسباب الضغط النفسي وكيفية التخلص من أعراض القلق والاكتئاب. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: الحكومة الشرعية تصرف رواتب أساتذة وموظفي جامعة صنعاء لشهر واحد. وقال الموقع إن الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن سلمت المبالغ المخصصة كرواتب لموظفي وأساتذة جامعة صنعاء في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين. وأكد مسؤول في مصرف تجاري للمصدر أونلاين استلام رواتب شهر واحد لموظفي وأساتذة جامعة صنعاء المحول من الحكومة الشرعية والبدء بالصرف من يوم الاثنين. ويضيف الموقع: هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة المعترف بها دوليا بصرف الرواتب لموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قيامها بصرف رواتب المعلمين في العاصمة اليمنية لشهر واحد. ويتابع الموقع: لم يستلم نحو 1 مليون موظف حكومي في مناطق الحوثيين والمخلوع صالح رواتبهم منذ عام كامل، ويعيشون ظروفا معيشية سيئة وسط الحرب والأزمات. ملف الجرحى ومعاناتهم لن يغلق إلا بالتئام تلك الجروح النازفة والتي يعمل فيها الإهمال تفتيتا وفتحا. هذا جزء من مقال كتبته فكرية شحرة في موقع من مونيتور، مضيفة في أجزاء منه: مئات الجرحى الذين لم تقتلهم الصواريخ وضربات الكاتيوشا والألغام المغروسة في الأرض كفك يفترس الأجساد السائرة، هؤلاء يقتلهم إهمال المسؤولين في دولة منحوا أرواحهم من أجل استعادتها. ورغم المناشدات المؤلمة للجرحى ومناشدات الكثير من الأوفياء لإنسانيتهم الموجهة للدولة، يظل الملف الأقل اهتماما ومراعاة، وكأن الجريح في نظر المسؤولين صار في عداد الموتى. صارت الآن المناشدات توجه لذوي القلوب الرحيمة من الميسورين خارج الوطن من أبنائه المغتربين لإنقاذ إخوانهم من معاناة الألم والإعاقة والتشوهات مدى الحياة. نناشدهم أن يكون هناك عمل خير يجتمع عليه الكثير لخلق مشفى يضم أجساد الجرحى المبعثرة في كل دولة عجزت أن تقوم بحق الإنسانية وحطت من كرامة اليمني جريحا ومحتاج. نحتاج لمشفى على أرض وطننا، فلا تتشرد أجسادنا حية وميتة في دول الجوار. نحتاج لبعثات طبية متمكنة يؤتى بها من أجل الضحية لا من أجل الجلاد، من أجل أبناء الوطن لا من أجل سيد الخراب. لو انتعشت النوايا ورقت القلوب الرحيمة فلن تتعفن الجراح وهي تنتظر الدواء أو الجراحة. ليس لأبناء هذا الوطن سوى تكاتفهم وتلاحمهم ووقوفهم مع بعضهم.
العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، منها القاضي الهتار: وجهنا النيابة بالإشراف على السجون ولم نأمر بالإفراج عن أي أحد. ومن عدن: النيابة تغلق 19 محلا للصرافة لا تمتلك أي تراخيص. وسياسيا: السفير الأمريكي يتحدث عن مرحلة انتقالية جديدة ومراقبون يعتبرونها محاكاة لخطة كيري. ومن تعز: تصاعد المعارك في الجبهة الغربية والجيش يضبط خلية إرهابية وقائدها الصنعاني في عصيفرة. ويعنون موقع الصحوة نت: ما جاء في تصريحات وزير الخارجية عبد الملك المخلافي خلال لقائه بسفراء الدول 18 الراعية لعملية السلام في اليمن، والذي قال فيه: وافقنا على فتح مطار صنعاء شريطة أن يدرك من عفوا بشرط أن يدار من قبل طاقمه في عام 2014، حيث أكد وزير الخارجية أن الأوضاع في اليمن لن تستقر طالما وإيران مستمرة في دعمها للميليشيا الحوثية بالسلاح، ولن يستقر الوضع في وجود ميليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة. وعن مطار صنعاء الدولي: أشار المخلافي إلى ضرورة أن تخرج الميليشيا من المطار ويسلم للكوادر التي كانت تديره خلال عام 2014 تحت إشراف الأمم المتحدة، ويفتح المطار لأنه لن يقبل أحد في استقبال رحلات تنطلق من مطار تديره ميليشيا متمردة على الدولة. ولفت المخلافي إلى أن الحكومة شاركت في مشاورات الكويت لمدة 115 يوما بحضور الكثير من سفراء الدول الراعية للسلام، وكان الأمل أن ينتج عن مشاورات الكويت نهاية لمأساة الشعب اليمني. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة، ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. ضاق تجار اليمن ذرعا بممارسات الجباية التي تفرض عليهم من قبل جماعات وفصائل مسلحة في مختلف مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب كما تقول العرب الجديد. وفيما ينفذ القطاع التجاري في مناطق الحكومة الشرعية سلسلة من الاحتجاجات، أطلق التجار في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين صرخة استغاثة مهددين بوقف نشاطهم ومغادرة البلاد. وتحول اليمن في ظل الحرب التي دخلت عامها الثالث إلى بلد ممزق تتنازعه جماعات مسلحة تمول أنشطتها من ابتزاز المسافرين وفرض الجبايات على التجار. وتضيف الصحيفة في تقرير كتبه الصحفي فاروق الكمالي: لا تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على مناطقها، وعجزت عن بسط نفوذها في معظم المدن المحررة بما فيها العاصمة المؤقتة عدن. أما التجار وأصحاب المصانع في مدينة تعز فيشتكون من فرض جماعات مسلحة إتاوات ورسوما غير قانونية تحت عناوين مختلفة على شاحناتهم من السلع الغذائية والوقود ومواد البناء التي تأتي عبر شاحنات النقل الثقيل من ميناء عدن. وينفذ سائقون شاحنات نقل البضائع القادمة من عدن عبر المنفذ الرئيسي لمدينة تعز في مديرية المقاطرة إضرابا عن العمل منذ بداية أكتوبر الجاري، احتجاجا على تزايد الجبايات التي تفرض في الحواجز الأمنية. كما يعاني تجار صنعاء من الجباية التي تمارسها قوات الحوثيين وصالح في مناطق وسطى وشمال البلاد، حيث تنتشر عشرات النقاط التي تقوم بابتزاز شاحنات التجار وتفرض رسوما غير قانونية لأفراد كل نقطة، فضلا عن استحداث مناطق جمركية تفرض على التجار رسوما إضافية على بضائع تم دفع رسومها في مناطق الحكومة. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلال اجتماعه في الرياض مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإعادة إحياء المفاوضات السياسية.
وبحسب بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون، أكد الأمين العام للمبعوث الأممي دعم دول المجلس للجهود التي يقوم بها لإعادة العملية السياسية في اليمن والتوصل إلى حل سياسي يحفظ أمن واستقرار وسيادة اليمن وينهي معاناة الشعب اليمني، مشددا على ضرورة سعي المجتمع الدولي لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى اليمن. دخلت المنطقة العربية منذ ما يقرب العقدين من الزمن في طور سياسي جديد. افتتاح الطور هذا جاء بعد غزو القوات العراقية دولة الكويت. هكذا بدأ اللبناني أحمد جابر مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية بعنوان عن طور المواد العربي. نتابع. أسس الحدث العراقي للانقلاب في المشهد العربي، وكانت بداية تحولاته المديدة، ثم جاءت سنوات الربيع العربي فاستكملت الانقلاب من زوايا مختلفة، لكنها لم تكن بعيدة من الجذر السياسي الذي قامت فوقه العمارة الانقلابية. الإشارة إلى أساس الأحداث التي عصفت بالوضع العربي تدل بالإصبع وبالعين وبالفهم على مسؤولية النظام الاستبدادي العربي الذي أقفل الأرض والفضاء على الرعايا الذي قيل إنهم شعوب، وجعل السجن والنفي والموت مستودعا تخنق فيه كل همهمات السياسة الاعتراضية. ضمن منظومة الاستبداد هذه، احتل الفكر القومي الشمولي منزلة متقدمة، واحتفظ لذاته بأسبقية الحجر على البلدان التي تحكم بها، فمنعها من السير سيرا طبيعيا، وحرص على أن تظل متخلفة وهي تنطق بالضاد والفصحى، ومتخبة بهمومها وهي تلوك أحلام السراب. تكرارا، شكل الاستبداد المتحكم بمصائر شعوبه جسر عبور للتدخلات الخارجية في حالتي السلم والحرب. نقل الطور السياسي الجديد عددا من البلدان العربية من حالة السكون بالقهر والقسر إلى حالة الجنون والفلتان الذي دفعت إليه مكنونات كل بنية مجتمعية بعينها، بحيث بدا أن الإخوة لم يكونوا إخوة، وأن المواطنين كانوا ما قبل الوطن، وأن الشعوب كانت ما قبل الدولة وما فوقها بالقول وبالفعل وبالشعار والطقوس والأيديولوجيا. لقد صار على ما هو واضح الانتظام العربي سيد الدواخل وذات المقرر الأول لوجهتها. هذه الحالة يستثمر فيها المتدخل الخارجي ويعمل بمقتضى ملموساتها. سياسة العالم الخارجي في الطور الراهن عربياً أقرب إلى قسمة انتدابية، بحيث يوزع البلد الواحد على عدة مراكز إقليمية، بينما يحتفظ الراعي الأول بميزان قسمة الجبنة بين المتدخلين المتنازعين، أي أنه يحتفظ بالجوهري من العائد السياسي لنفسه ويترك للآخرين أن يلهثوا خلف ما يترك لهم من مردود سياسي هزيل. صحيفة القدس العربي قالت بأن الشرطة الأمريكية كشفت النقابة عن تفاصيل جريمة قامت بها امرأة بحق زوجها الخمسيني لتستفيد من بوليصية تأمينه التي تصل قيمتها إلى نصف مليون دولار، وقضت بسجن المرأة 27 عاما. ووفق صحيفة ميرو، فإن ساندرا ميلجار أو ميلجار طعنت زوجها 31 طعنة في عام 2012 ووضعته في الخزانة، ثم قيدت نفسها وأدعت فقدان الذاكرة المؤقت. ودعت الزوجة أصدقاء عائلتها للاحتفال معها هي وزوجها بالذكرى السنوية لزواجهما، إلا أن الأصدقاء عندما وصلوا إلى منزلهما لم يجدوا من يرد عليهم نداءهم، فدخلوا من الباب الخارجي الذي كان مفتوحا ليجدوا الزوجة مقتولا، بينما كانت الزوجة على قيد الحياة ومصابة بفقدان في الذاكرة. وبعد تحقيقات دامت فترة 5 سنوات، كشفت الشرطة تورط الزوجة في عملية القتل بهدف الحصول على أموال التأمين. قال غواص بريطاني لموقع شبكة البي بي سي إنه سبح 7.5 كيلومتر قبالة ساحل أستراليا بعد أن فقد قاربه وكانت تلاحقه سمكة قرش. وكان جون كيريغ ذو 34 عاما يصطاد الأسماك بالرمح تحت الماء في غربي أستراليا، وعندما صعد إلى سطح الماء لم يجد القارب الذي كان يستقله أحد أصدقائه. وقال كيريغ إنه لاحظ وجود سمكة قرش وبدأ يطلب المساعدة، ثم بدأ كيريغ السباحة لمسافة طويلة.
طويلة نحو الشاطئ وتمكن من الوصول إلى اليابسة ومشى لمدة 30 دقيقة أخرى حتى وجد أحد فرق الإنقاذ. وقال كيريغ لبي بي سي: لقد كانت السمكة قريبة وغريبة للغاية وظلت تقترب مني من زوايا مختلفة وكانت تحاول معرفة من أكون وهل أصلح لأن أكون وجبة لها أم لا. قرر كيريغ السباحة نحو منتزه فرانسو بيرون الوطني بعدما رأى منحدرا صخريا أحمر اللون يلوح في الأفق، ولكن ظلت سمكة القرش تتبعه لمدة 15 دقيقة. وأضاف كيريغ أنه سبح لمدة 3 ساعات أخرى تقريبا قبل الوصول إلى اليابسة، إذ لاحظ أن هناك جهودا جارية للإنقاذ الجوي والبحري. رياضيا، عنونت صحيفة البيان: زيدان أفضل مدرب وبيفون على عرش الحراسة ورونالدو عريس العالم للمرة الخامسة. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عريسا للعالم في ليلة إسطورية أضاف فيها جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته، واحتفظ بجائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهي المرة الخامسة لنيله اللقب، معادلا رقم غريمه الأرجنتيني ميسي. وتسلم رونالدو الجائزة خلال الحفل السنوي لفيفا في لندن. الإيطالي جان لويجي بيفون حارس المرمى المخضرم لفريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي لكرة القدم أضاف جائزة جديدة أيضا إلى سجل إنجازاته وتوج على عرش حراس المرمى، بينما خطفت الهولندية ليكا مارتينيز نجمة برشلونة جائزة أفضل لاعبة. أما الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد نال المكافأة المناسبة لمسيرته الرائعة في الموسم الماضي مع فريقه، توج بجائزة أفضل مدرب. فيفا قامت بتكريم الأسطورة البرازيلي بيليه، حيث تزامن احتفاله بذكرى ميلاده 77 مع موعد إجراء الحفل السنوي لجوائزها. لاعبو برشلونة وريال مدريد فرضوا هيمنتهم على تشكيلة منتخب العالم، وضمت التشكيلة 5 لاعبين من الريال ولاعبين 2 من برشلونة، بخلاف نيمار دا سيلفا الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. من المكسيك والبرازيل وأسبانيا وغيرها الكثير من البلدان لأحداث مختلفة جرت فيها، طلعتنا صحيفة الغارديان البريطانية بهذه الصورة التي سنعرضها عليكم، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.